الملاحظ هو أنه في الأسبوعين الأخيرين السوق الدولية فيما يتعلق بمادة الغازوال التي يستهلكها المغاربة بشكل كبير لم يقع فيها تحول كبير، بإنما استقرت تقريبا في واحد 840 دولار. كذلك حتى التصرف ديال الدولار ما كانش فيه شي تغيير مهم، لذلك على حسب القاعدة القديمة اللي كنا كنعتبروها كنعتمد بها قبل من التحرير، فثمن الغازوال ما يخصوش يكون فيه شي تغيير في هاد الأسابيع ديال الأسبوع الثاني ديال أبريل، بل أنه الثمن ديال الغازوال ما يخصوش يفوت 11.66 11.65 درهم اللتر. ولكن اللي كنلاحظوا بأن مجموعة ديال المحطات تمت الزيادة في الثمن ديالها وصلت تقريبا لواحد الحد دابا اللي هو 13 درهم، يعني تبين بأنه كاين واحد درهم و40 أخرى زايدة بالإضافة ل60 فرانك اللي كانت كتعطى في التركيبة السابقة، بمعنى مجموع الأرباح في اللتر الواحد ديال الغازوال اليوم تفوق 2 درهم، عكس ما يدعيه مجلس المنافسة في ذوك الأرقام الغريبة ديالو التي لا تمت للواقع بعلاقة. فيما يتعلق البنزين كان واحد التغير طفيف ديال 21 دولار ما بين الأسبوعين الفارطين، ولكن رغم ذلك فالثمن ديالو على حسب التركيبة القديمة لا يجب أن يتعدى 13.3 ديال الدرهم، والحال اليوم راه كيتباع على الاقل ب 15 ديال الدرهم، لان كاين واحد درهم و70 نزيدوا عليها 60 ولا 70 فرانك اخرى، بمعنى الثمن ديال الربح الهامش ديال الربح الخام ديال الفاعلين في هذا القطاع تيفوق واحد 2 ديال الدرهم و20 فيما يتعلق بالبنزين، وهذا كذلك يدحض او لا يتناسب مع ما يدعيه مجلس المنافسه. اليوم احنا دخلنا في منطقة ديال الربيع الى الصيف، عادة كيكون طلب اكثر، والترشح هو انه الثمن ديال المواد الصيفية سيقفز مرة اخرى، ولا سيما من بعد هاد الضربات اللي وقعت بالنسبة للتكرير ديال النفط في روسيا، وتم التعطيل ديال تقريبا واحد 15% ولا 20% ديال الطاقة ديال التكرير ديال روسيا، وهذا الاشتعال ديال الحرب اليوم ديال الشرق الاوسط، وخصوصا البارح من بعد كاين الحديث على ضربه ديال اسرائيل ردات على ايران، وهذه المنطقه اعتقد بانه تسير الى الهاويه ما لم يتدخل عقلاء العالم لوقف هذا التدمير ديال السلم العالمي، ولكي يهدد اعتقد البشريه بكاملها. والمغرب في هذه الماده ديال البترول قلناها سابقا ونؤكدها باننا نعيش واقع العراء الطاقي اذا بغينا نسميه بشكل ادق، لانه المغرب ما تقدمناش فيما يتعلق بالبحث على المصادر الثروه البتروليه الخامه، فرطنا في تكرير البترول وفي تقريبا قرن من هذه الصناعه وهذه التجربه. وبالنسبة للتوزيع اليوم المنطق اللي كيتعامل به الفاعلين في القطاع هو منطق ديال مصلحتهم أولا ومصلحة المغرب ثانيا، لذلك فمطالبنا السابقة ما زالت مطروحة، لا بد من تكثيف البحث عن البترول أو البحث عن بدائل أخرى مؤمنة. مسألة ثانية، لا بد من إحياء تكرير ديال البترول ونبدأ بشركة سمير، وربما لنؤسس أو لنبني مصفات جديدة. ومسألة ثانية، هادشي ديال التحرير ديال الأسعار وديال رفع الدعم يجب مراجعته حتى يكون هذه الأسعار متناسبة مع القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، وكذلك فيما يتعلق بالقدرة الشرائية للعامين عموم المواطنين والمواطنات.